وانت مالك؟ مالي؟ طب والله العظيم يا روح اقول لابوك اللي انت خارج من وراه. لا يا حبيبي روح قول له براحتك، انا رايح اجيب النتيجة وهو عارف. نتيجة؟ يا خسارة، يعني مش عارف اجي معاك. طيب يا قناص روح انت. يا كريم يا سيسة البيت، يلا روح روح. مش قادر. ربنا يوفقك يا ابني يا رب وتجيب اعلى الدرجات باذن الله. الحق يا بابا الحق يا بابا. ايه رد يا كريم يا حبيبي في ايه؟ بابا القناص خرج من غير ما يقول لك. خرج من غير ما يقول لي؟ انا دلوقتي يا كريم اتاكدت ان انت سوسه وبتتبلع على اخوك على طول. تتبلع؟ طب انده عليه كده يا بابا مش هتلاقيه. انده عليه ايه يا غبي؟ ما انا عارف ان اخوك رايح يجيب النتيجه، ربنا يكرمه يا رب. ادعي لاخوك يا حبيبي كده ينجح يا رب في الثانويه العامه. ماشي يا بابا يا رب ينجح، بس بص بقى انا قلت لك عشان تعرف ان انا بقول لك على كل حاجه. ماشي يا اخوك يا حبيبي ماشي. يا عم محمد يا عم محمد يا فراج، مين اللي بينده ده؟ ايوه ازيك يا قناص يا حبيبي، عايز ايه؟ هكون عايز ايه يا عم محمد؟ عايز النتيجه طبعا. نتيجه؟ بص يا قناص، انا مش هاخد منك 100 جنيه زي ما باخد من بقيه الطلاب، انا عايز 50 جنيه منك بس. 100 جنيه ايه يا عم محمد و50 جنيه ايه؟ انت المفروض اصلا تدينا النتيجه دي ببلاش من غير اي حاجه وما تاخدش حاجه. المفروض ما اخدش؟ ماشي خلاص، هم ال 50 جنيه يا قناص ولا اما مفيش نتيجه. يا لهوي يا عم محمد، انت زعلك وحش قوي. ماشي حاضر، خد اهو 50 جنيه اتفضل. هات يا حبيبي. ماشي ماشي يا قناص، خد يا حبيبي الشهاده بتاعتك اهو. الف مبروك انت نجحت. ماشي يا عم محمد هات. شكرا شكرا. الله، انا جايب 50%، احسن واحد جايب 50%. انا جايب 50% بقى ومحدش هيقدر عليا بقى. اما اتصل على بابا فرحه يا رب، ده هيفرح جدا. الحمد لله يا ربي. ايه ده؟ التليفون برن، يا رب يكون الواد وطمني يا رب ينجح. الواد يا رب تنجح يا رب. الو، عملت ايه يا حبيبي؟ افرح يا بابا، ابنك جاب 50%. 50%؟ احمدك يا رب. روح يا حبيبي بقى دلوقتي عشان افرح اعمامك واصحابي، وتعالى بسرعه علشان نحتفل. حاضر يا بابا، انا حاجه على طول، ما تقلق. مع السلامه يا حبيبي. سلامه يا بابا. يا رب الحمد لله الحمد لله. اما رن بقى افرح صحابي وعمامي واخواتي وكل حاجه. الواد جاب 50%. 50%؟ ايوه ايوه يا اخويا، ابني جاب 50%. يا حسن السودا يا اما، انا زهقت من الدنيا، انا مش عايز من الدنيا دي حاجه خالص. ده واحد جايب 50% والحمد لله، صحابي كلهم هيغيروا مني جدا دلوقتي علشان جايب 50%. الحمد لله يا رب ان انا جبت 50%. ايه ده؟ الواد ده ماله كده؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اروح البيت ازاي؟ واقول لابويا ايه؟ واقول لامي ايه؟ الواد ده شكله سقط كده. انا الحمد لله انا جايب 50%، اما اروح بقى احفل عليه. انا هروح اتمسخر عليه. ايه يا صاحبي مالك في ايه؟ يا عم سيبني في حالي بقى وروح شوف وراك ايه. امال لو عرف ان انا جايب 50% هيعمل ايه؟ يا صاحبي قول بس في ايه، هريحك والله باذن الله. يا عم بقى سيبني في حالي، حرام عليك بقى، اللي انا في عمره ما هيتحل. روح شوف وراك ايه. اذني ده ساقط خالص وشكله مش جايب مجموع خالص. يا صاحبي قول قول والله هريحك، بس قول، لازم تقول اللي جواه. يرضيك يا اسطى، اجيب 99.9% وانا واحد من 10% بس بعد التعب ده كله. انا زهقت من الدنيا دي، مش عايز اعيش. حياتي